تفضل سيدنا، خلي على المايكروفون. نعم نعم، انت الان على المباشر اخونا ابو امين، انت الان على المباشر، يلا تكلم تفضل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا عشان اقول لك الحمد لله، انا اتكلم معكم شي شهر هذا، وهذا التشيع ديالي عندكم، وصرت ناقش داك الشيء مع الزوجه ديالي الحمد لله، بعد بحث وشافوا الادله وشافوا الفيديوهات صاروا يحبونا. ارفع صوتك، ارفع صوتك شوي يا ابو امين. اللي قال الحمد لله على التشيع ديالي عندكم، صرت كنقنعوا الابناء ديالي الحمد لله، بينت لهم داك الشيء شافوه. نعم. اقتنعوا الحمد لله، ولاو قاعد يحبوا الدين اهل البيت. نعم. واللي كيشوفوا داك الحوارات ديال ميتا سميتو والد اسماعيل اللي كيشمع الزبان داك الحوارات ديالو، واش كيحملوا بهذاك بحال هذوك الشيوخ، شيوخ المالو. الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله. يعني اليوم زوجتك، اليوم زوجتك تشيعت الاخت ام امين اليوم، هذا اليوم شيء اسبوع، قبل اسبوع، قبل اسبوع، الحمد لله رب العالمين. شفت اليوتيوب وشفت فيديوهات وفقار. نعم الحمد لله، صارت تحب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يوفقها ويحفظها ان شاء الله ويبارك بها. هي قريبه منك الان، بلغها سلامنا وتحياتنا وتحيات البرنامج. الله يبارك فيك، ارجوك ما تنسى ان تدعو لنا وللسيد مهدي، وبكي الله سبحانه وتعالى يدي الأخت علياء وتعوف سفينة. الحاج وعد يكلمك الآن، الحاج وعد يكلمك الآن. أجواد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أعرف أقول، أقول هنيئا لكم أم أقول هنيئا لنا، أم أتركك وأترك نفسي وأقول هنيئا للزهراء عليها السلام، أهم أولاد الزهراء وأحباب الزهراء في هذا البرنامج، يؤثرون ويوصلون كلمة الزهراء عليها السلام وكلمة بنت الزهراء عليها السلام، هيهات من الذلة. وعندما قالت ليزيد ابن معاوية كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا، صدقت بنت الزهراء. وإلى اليوم نحن نلهج بذكر الحسين عليه السلام، وها هي الثمرة بالأخت أم أمين تركب سفينة النجاة. فهنيئا لكل من ساهم، وهنيئا للأخ بالفقار المغربي، وإن شاء الله رب العالمين نتشرف بسماع صوت الأخت في القريب العاجل إن شاء الله. هنيئا لك. إن شاء الله. إن شاء الله. يا أخي الله يحبك في الله، والله يحبك. الله يحفظك، رحمة الله على والديك، الله يبارك فيك ونعم كلكم عمالقة في العلم. الله يبارك فيك. الله يبارك. شكرا لك أخونا العزيز، حياك الله، مرحبا بك أخونا أبو أمين، حياك الله، رحمة الله. الآن خلنا نرجع للأخت علياء. علياء ما سمع.